حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2019 العديد من الإنجازات الوطنية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، نتعرف على أهمها في التقرير التالي. على مدى 14 جلسة في عام 2019 وافق المجلس الوطني الاتحادي على 7 مشروعات قوانين وناقش 5 موضوعات عامة ووجه 79 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى توصياته بشأنها. وناقش المجلس في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية مشروعات القوانين 7 التي تمحورت حول قواعد وشهادات المنشأ وتنظيم قطاع الفضاء وتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري والمنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، إلى جانب المساعدة الطبية على الإنجاب وتنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، فضلاً عن مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين. وعلى الصعيد الرقابي ناقش المجلس 5 موضوعات عامة تبنى بشأنها 53 توصية، وهي سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وسياسة وزارة الصحة، وسياسة وزارة العدل في شأن مهمة المحاماة، وسياسة مجموعة بريد الإمارات. كما وجه أعضاء المجلس 79 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، تبنى المجلس بشأنها 5 توصيات في قطاع التوطين والإسكان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتطوير الخدمات والتعليم والبحث العلمي والإدمان على الألعاب الإلكترونية والبيئة والطرق والمواصلات. وتفعيلاً للدبلوماسية البرلمانية، شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس في 24 فعالية برلمانية خليجية وعربية وإسلامية ودولية وفي مؤتمرات متخصصة أيضاً. واختتم المجلس الوطني الاتحادي عام 2019 بانطلاق الفصل التشريعي 17 في 14 من نوفمبر عقب التجربة الانتخابية الرابعة التي جرت في 5 من أكتوبر، وشهدت زيادة قوائم الهيئات الانتخابية إلى 337,738 عضواً بزيادة تصل إلى أكثر من 50% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015، وبمقاعد وصلت إلى النصف للمرأة، مما يجسد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية السياسية وفي عملية صنع القرار وتعزيز دور المجلس في مختلف مجالات العمل الوطني.